بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني وأخواتي الطلاب في مادة البحث ومصادر المعلومات اليوم بإذن الله سوف نتناول في هذا الدرس إثراءات ثلاثة أهداف هذه الوحدة من المتوقع بعد نهاية تدريس هذه الوحدة أن يكون المتعلم قادرا على أن يوضح مفهوم البحث العلمي يختار المنهج العلمي المناسب للبحث يعد يعد الاداه المناسبه للبحث يعد الاطار النظري والدراسات المستقبليه للبحث ان يكتب محتوى البحث وفق الخطوات الاساسيه لاعداد البحوث العلميه يمارس تطبيقا عمليا لاعداد البحث العلمي ما هو مفهوم البحث العلمي فالبحث العلمي طبعا هو عمليه منظمه يقوم بها الباحث بهدف الاجابه على اسئله محدده او حل مشكله او الوصول إلى معرفة جديدة وذلك من خلال مجموعة من الخطوات العلمية للوصول إلى حل مشكلة البحث إذا فبداية هذا البحث العلمي أنه هو عبارة عن أنك تقوم عملية منظمة بأنك تتبع من عدة خطوات بدايتها أن تكون لديك هنالك مشكلة حتى تصل إلى نهاية هذه المسيرة لأن تعتبر هي مسيرة باتباعك بالاولى بان يعني وجود يعني تقوم بدراسه ظاهره، دراسه مشكله الى ان تصل الى حل هذه المشكله. فمن بدايه وجود هذه الظاهره او هذه المشكله الى ان تصل لهذه المشكله انت تحتاج ان هنالك عده عوامل، عده خطوات واجراءات سوف باذن نقوم بذكرها وتقوم انت باتباعها. تتضح اهميه البحث العلمي للطالب من خلال تحقيق الاتي ان تنميه المعرفيه المنهجيه وتنميه المهارات الذاتيه وتنميه المهارات البحثيه واخيرا الاعتماد على النفس ما هي مجالات البحث العلمي مجالات البحث العلمي لدينا بحوث حل المشكلات البحوث النقديه وبحوث الحقائق بعد ذلك انتقل الدرس الثاني مهاره استخدام مناهج البحث العلمي بمعنى ان البحث العلمي يعني يحتاج الى منهج تقوم باتباع هذا المنهج لكي يعني وفقا تستطيع يعني دراسه هذه الظاهره، دراسه هذه المشكله، تقوم ايضا باتباع الخطوات والاجراءات. ما هو مفهوم مناهج البحث العلمي؟ مناهج البحث تتكون من ثلاث كلمات هي منهج بحث علمي، معنى المنهج يعني الطريق العلمي يعني وفق اساليب محدده والبحث يعني يعني الكشف والاستقصاء، يعرف منهج البحث العلمي بانه هو الطريق الذي يتبعه الباحث للكشف عن حقيقه او ظاهره او حل مشكله وفقا للاساليب العلميه حتى يصل الى نتيجه معلومه. ثانيا انواع مناهج البحث العلمي. ما هي انواع مناهج البحث العلمي؟ لدينا المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، المنهج التجريبي. بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الثالث، لدينا مهارة استخدام أدوات جمع المعلومات. أدوات البحث العلمي يعتمد البحث العلمي أساساً على المعلومات في جميع مراحل ومن هنا كان لزاماً أن يكون له أدوات مناسبة لجمع تلك المعلومات، ومعالجتها واستثمارها بمعنى أنك بمعنى أنك تحتاج يعني إلى أدوات أنت تستخدمها حتى تساعدك في يعني جمع المعلومات. يعني هذه الأداة هذه الأدوات مساعدك بأن تحصل على المعلومات. طبعاً هناك أشكال من هذه الأدوات سوف نذكرها. وأيضاً ما هو مفهوم أدوات البحث؟ هي الوسائل التي يستخدمها الباحث للحصول على المعلومات التي يحتاجها في بحثه. هناك أدوات عديدة يمكن أن يستعين بها الباحث في جمع المعلومات وللباحث أن يستخدم أكثر من أداة في بحث واحد. يعني على حسب المهجع الذي اختاره. أو يستطيع أن يعني, يعني أن يختار أكثر من أداة حسب عنوان أو الظاهرة أو المشكلة الذي قام باختيارها. أهم أدوات البحث العلمي لدينا الملاحظة، ولدينا المقابلة، ولدينا الاستبانة، يعني بمعنى أنك تقوم بجمع المعلومات من خلال الملاحظة، يعني تلاحظ يعني ثم تقوم بتدوين ما لاحظته، تدوين هذه المعلومات أو أنك تقوم مثلا باستخدام أداة المقابلة يعني أنك تقابل مثلا شخص وتقوم يعني مثلا بجمع المعلومات أيضا من خلاله أو أيضا ما يسمى بالاستبانة يعني أيضا هي يعني تقوم وفق يعني أداة تستخدمها تضع أسئلة محكمة تقوم بوضعها لأجل أيضا تستطيع الحصول من خلالها تجمع المعلومات بعد ذلك ننتقل الدرس الرابع مهارة تحديد مراحل وخطوات البحث العلمي. يعني ذكرنا لكم أن البحث العلمي هو يعتمد على ماذا؟ على خطوات على إجراءات. نذكر ما هي الخطوات وإجراءات. حيث يتبع في البحث العلمي عدة خطوات متتابعة مترابطة تتميز بالتناسق والتنظيم والوضوح. وهذا يساعد الباحث على ماذا؟ على تنظيم أفكاره وجهده ويسهل عملية متابعة. وتقييم تلك الجهود من قبل المعلم المشرف على البحث ويمر الباحث الذي يستخدم منهج البحث العلمي بالخطوات الأساسية الآتية وكل خطوة تحتاج إلى مهارات لا بد أن ينجزها الطالب بدقة ومهارة إذا ما هي هذه الخطوات نذكرها لدينا الأولى تحديد مشكلة البحث ولدينا أيضا إعداد الفصل الأول طبعا يعني يلي يشمل على عده اجراءات سوف نذكرها اعداد الفصل الثاني والخطوه الرابعه اعداد الفصل الثالث والخامسه اعداد الفصل الرابع واعداد قائمه بالمراجع والمصادر واعداد الملاحق تصميم البحث واخراجه في صورته النهائيه واخيرا مناقشه البحث هذه جميع اجراءات والخطوات التي تقوم باتباعها انت كباحث مشكله البحث نتناول كل خطوه او كل اجراء ذكرناه لدينا مشكلة البحث تحديد موضوع البحث. ما معنى إذا كلمة مشكلة؟ ماذا يقصد بمعنى مشكلة؟ مفهوم المشكلة سؤال يحتاج إلى توضيح وإجابة. يعني على سبيل المثال: ما تأثير برامج تلفزيونية محددة على تربية الأطفال والجيل الناشئ من أفراد المجتمع؟ أو أيضا موقف غامض ويحتاج إلى إيضاح وتفسير محدد، مثال: تأخر معاملات المراجعين، في دائرة ما أو مؤسسة معينة مع وجود عدد كبير من الموظفين في تلك المؤسسة. ناتي بعد ذلك مصادر يعني الحصول على المشكلة، من أين لك أن تحصل على مشكلة؟ من خلال الخبرة الشخصية واهتمامات الباحث، القراءات والدراسات المختلفة، والأبحاث السابقة. اختيار المشكلة يجب أن يراعي فيها الآتي: اهتمام الباحث وميوله، قدرة الباحث العلمية والبحثية، الفائدة النفعية من البحث أيضا توفير المعلومات والمراجع المتعلقة بالبحث توفر الإمكانات المادية بعد ذلك نأتي تحديد المشكلة ما معنى تحديد المشكلة؟ صياغة المشكلة في عبارات واضحة ومحددة ومفهومة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها وتفصلها عن سائر المجالات الأخرى يعني بمعنى أنك لابد أنك يعني تحدد المشكله وتقوم بصياغه هذه المشكله. ناتي بعد ذلك تعريف خطه البحث العلمي مجموعه من الاجراءات والاساليب التي تتبع وتوظف لتحقيق اهداف البحث خلال فتره زمنيه محدده. بعد ذلك ننتقل الى الدرس الخامس مهاره اعداد الفصل الاول من البحث العلمي تحديد وصياغه مشكله البحث. ضربنا لكم هذا المثال التطبيقي المستخدم في بعض مراحل البحث وخطواته، وظائف المستقبل في المملكه العربيه السعوديه، منتدى الرياض الاقتصادي، الدوره التاسعه غرفه الرياض جماد الاول 1441 للهجره. ما هي اذا مكونات خطه البحث العلمي؟ يعني ذكرنا ان البحث العلمي ايضا له خطه، فما هي اذا مكونات هذه الخطه؟ عنوان البحث المقدمه تشمل ايضا المشكله أهمية البحث أهم أهداف البحث الأسئلة والفروض حدود البحث مصطلحات البحث الدراسات السابقة الإطار النظري إجراءات البحث نتائج البحث وتفسيرها التوصيات والمقترحات وأخيرا توثيق المراجع والمصادر نتحدث عن كل يعني من هذه هذه الخطوة الخطة عنوان البحث بعد أن اختار الطالب مشكلة البحث واطلع على الكتابات والبحوث والدراسات السابقة المرتبطة ببحثه يقوم بعد ذلك بصيغة عنوان البحث يعني اختيارك للمشكلة الظاهرة هي مبنية على يعني اهتمامك, اهتمامك أيضا على القراءات السابقة على الإطلاع اه هذه جميع أيضا يعني تولد لديك أنك تستطيع أن تصيغ أيضا مشكلة من مواصفات أو تضع لك عنوان للبحث من مواصفات عنوان البحث أن يصاغ بأسلوب علمي موجز وأيضا يكون خاليا من الأخطاء ويكون بسيطا لا تعقيد فيه وواضحا لا غموض فيه يتضمن أهم متغيرات الدراسة على سبيل المثال لدينا مثال تطبيقي موجود لديك في الكتاب المدرسي وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية بعد ذلك من ضمن خطة يعني البحث لدينا المقدمة، المقدمة أيضا لها يعني طريقة أو لديها خطوات يعني لصياغتها أو لكتابتها، يعني نرى طبعا من أهم محتويات المقدمة أنها تحتوي على تمهيد لمجال مشكلة البحث، توضيح أهمية الموضوع، توضيح مدى النقص الناتج عن عدم القيام بهذا البحث، استعراض الجهود السابقة في هذا المجال توضيح أسباب اختيار المشكلة، توضيح الجهات التي ستستفيد من البحث. ثالثاً تحديد مشكلة البحث، ما طرائق صياغة مشكلة البحث؟ كثير من المهتمين بمناهج البحث العلمي يميلون إلى صياغة مشكلة البحث في صورة السؤال، ففي المثال السابق حدد الباحث المشكلة بماذا؟ بأنها ترتكز هذه الدراسة على السؤال الرئيسي أو السؤال الرئيسي الآتي: ما وظائف المستقبل؟ في المملكة العربية السعودية، إذا هذا هو السؤال أو عنوان على صيغة مشكلة، ما وظائف الوظائف ما وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية. بعد ذلك رابعا أهمية البحث، إن أهمية البحث يجب أن تجيب على السؤال آتي، ما هي المبررات العلمية والعملية التي تجعل من الوقت والجهد المبذول على هذا البحث أمرا مسوغا، طبعا لكي يتمكن الباحث من كتابة أهمية البحث بطريقةٍ علمية، فانه بامكانه ان يتناولها من بعدين لدينا البعد الاول الذي آه هو البعد النظري ويقصد به آه يعني الاضافه العلميه والبعد الثاني ما هو البعد التطبيقي والذي هو طبعا يقصد به الاستفاده من ماذا من نتائج البحث في آه في يعني نتائج البحث في الواقع خامسا اهداف البحث يقصد بها تلك الغايات التي يسعى الباحث الى تحقيقها من خلال إجرائه للبحث، يجب أن تكون أهداف البحث محددة يمكن قياس مدى تحققها دقيقة ووثيقة وثيقة الصلة في ارتباطها بمشكلة البحث قابلة للتحقق في ضوء الوقت والجهد المخصصين للبحث، يعني أنك يعني تستطيع أن يمكن أن يكون بحثك أو عنوان أو المشكلة الظاهرة تكون محددة تستطيع يعني تحقق حل او الوصول لحل هذه المشكله وايضا في الوقت المناسب لاتباعك لهذه الخطه. ايضا تكون دقيقه ووثيقه الصله في ارتباط بمشكلة البحث يعني بمعنى انك يعني تذكر الخطوات والاجراءات والمصادر والمراجع من خلال يعني تكون متعلقه بالظاهره وبالمشكله التي انت تتحدث عنها في البحث. وتكون طبعا قابلة للتحقق في ضوء الوقت والجهد، يعني أنك تستطيع تحقق بإذن الله الوصول إلى حل لهذه المشكلة. سادسا أسئلة البحث هي إحدى اللبنات الأساسية التي يقوم عليها بناء البحث العلمي، إذ لا يمكن التوصل إلى نتائج علمية دقيقة ما لم تحدد أسئلة البحث أو تحدد هذه الأسئلة البحث بوضوح ودقة. تكمن أهميتها في ماذا؟ أنها تقود الباحث إلى التعرف على أبعاد الموضوع ومن ثم تحديد جوانبه وعناصره التي يرغب بالتركيز عليها، يعني بمعنى أنك هذه الأسئلة مثل يعني نموذج الصورة أنها تضيء لك يعني الظاهرة، تضيء لك يعني تظهر يعني معرفة إجابة سابعاً: حدود البحث، ويقصد بحدود البحث ما هي الأبعاد التي سيتناولها الباحث في بحثه من الموضوع والمكان والزمان والغاية منها وسهولة التطبيق وإمكانية تعميم النتائج. ثامناً: مصطلحات البحث، يقوم الباحث في هذه المرحلة بالتعريف الإجرائي للمصطلحات الواردة ببحثه، وهذا يساعد البحث على ماذا؟ على الالتزام بمفهوم معين في بحثه. ننتقل بعد ذلك الدرس السادس والذي هو تحدث عن مهارة إعداد الفصل الثاني من البحث العلمي والذي هو الإطار النظري ودراسات السابقة مهارة إعداد إطار نظري يقصد أو ما هو مفهوم الإطار النظري هو الخلفية النظرية والعلمية للبحث والذي يحوي مجموعة من المعلومات والبيانات يجمعها الباحث عن موضوع البحث من خلال المصادر المختلفة التي تحدثت عن موضوع البحث بعد ذلك نتحدث عن التوثيق وماذا يقصد بالتوثيق؟ بمعنى يعني انك تحتاج الان يعني انت حصلت على معلومات تثبت هذه المصادر، توثق هذه المصادر. من اين حصلت على هذه المصادر؟ هذا ما يسمى ايضا بالتوثيق، اذا هي هو اثبات المصادر او مصادر المعلومات التي استخدمها الباحث في بحثه وارجاعها الى اصحابها توخيا للامانه العلميه واعترافا بجهد الاخرين وحقوقهم العلمية حالات التوثيق ضمن يعني يعني كيف حالات التوثيق إذا أنت حصلت على معلومات مثلاً ضمن تكون إذا كان المرجع كتاب أو أيضاً إذا كان المرجع ماذا يكون الكتاب مثلاً إذا كان المرجع بحث منشور أو أخيراً إذا كان المرجع يعني إذا كان موقعاً على الإنترنت ثانياً مهارة إعداد الدراسات السابقة ويقصد بها تلك الدراسات العلميه التطبيقيه او الميدانيه التي تتعلق بمشكله البحث سواء كانت رسائل جامعيه ام ابحاث منشوره في مجلات علميه او في مجلات علميه محكمه ما هي مصادر الدراسات السابقه يعني انت تحصل يعني كيف تجد هذه الدراسات السابقه من خلال يعني بحوث مؤتمرات وندوات محكمه رسائل جامعية بحوث علمية ومحكمة عالمية ومحلية, ومحلية كيف يتم عرض الدراسات السابقة في البحث؟ يعني أنت الآن إذا حصلت على الدراسات السابقة كيف لك أن تقوم بعرضها يعني في يعني في البحث العلمي تستطيع تبدا بماذا باسم الباحث تبدا باسم الباحث بسنه او بعد ذلك السنه التي أنجز فيها البحث والهدف من الدراسة والمنهج المستخدم وأدوات الدراسة وعينة الدراسة بعد ذلك ماذا تعرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة ننتقل بعد ذلك الدرس السابع مهارة إعداد الفصل الثالث من البحث العلمي والتي هي تحديد إجراءات البحث إجراءات البحث تتضمن إجراءات البحث الآتي أولاً اختيار منهج البحث. ثانياً اختيار العينة. ثالثاً بناء أدوات البحث وأساليب التعليق. رابعاً تحديد الأسلوب الإحصائي. يعني هذه الإجراءات أنت كباحث لابد أن تقوم باتباعها. أتحدث عن كل إجراء، الأول يعني اختيار منهج البحث يعني وهذا ما درسناه وأنك قمت في البداية بتحديد المنهج الذي أنت قمت باتباعه. بعد ذلك اختيار العينة والذي ثانيا مهارة اختيار عينة البحث وتعريف العينة هي عبارة عن جزء من مجتمع كبير يجري عليها الباحث دراسته الميدانية على أساس أن العينة ممثلة للمجتمع وسوف توصله إلى نفس النتائج في حال إجراء بحث على المجتمع كله يعني أنت مثلا لو أردت أن تبحث يعني عن ظاهرة تريد معلومات عن ظاهرة معينة تدرس مشكلة ظاهرة لا تستطيع أن تقوم بالمسح الكامل أو أخذ معلومات من مجتمع كامل ما يسمى بالعينة يعني جزء من هذا المجتمع سواء تبحث عن مثلا يعني مشاكل في مشكلة معينة مثلا تأخر صباحي مثلا في ثانوية في في المرحلة الثانوية فأنت تأخذ عينة من بعض يعني بعض المدارس الثانوية هذا ما يقصد به عينة البحث أنواع العينات ما هي؟ هنالك العديد من أنواع العينات، طبعا سوف نقتصر على تناول أشهرها وأكثرها استخداما، منها العينة العشوائية البسيطة، والعينة العشوائية المنتظمة، والعينة العشوائية الطبقية. خطوات اختيار العينات تحديد المجتمع الأصلي للدراسة وتحديد أفراد المجتمع الأصلي، أيضا اختيار عينة ممثلة واختيار عدد كافي من الأفراد في العينة واختيار نوع العينة الباحث لابد أيضا أن يعني يحرص آه ويفكر من بداية اختياره للظاهرة والمشكلة أنه يفكر بالعينة التي سوف يقوم بدراستها ثالثا مهارة بناء أدوات البحث وأساليب تطبيقها يعتمد اختيار الأداة على المنهج المستخدم أداة معينة ممكن الباحث أن يستخدم هذه الأدوات منفردة أو مجتمعة طبعاً وذلك تبعاً لطبيعة تبعا لطبيعة البحث وأهدافه وتوجهات الباحث والإمكانات المتاحة صدق الأداة من المهم أن يشير الباحث إلى أي مدى هذه الأداة التي استخدمها صادقة أي هل قاست فعلا ما وضعت لقياسه يعني ذكرنا أن الباحث يستخدم أدات مثلا لو قام باستخدام الأدوات التي ذكرناها أنه يقوم بجمع المعلومات مثلا لو قام باستخدام أداة الاستبانة هذه تعتبر صدق أداة يعني لكن كيف أنه يعني قاست لقياس هذه يعني هذه الأداة مثلا بمعنى لو وضع أسئلة فهو يعرضها إلى محكّمين وهو المحكّم يفتي ما إذا كانت هذه الأسئلة الموضوعة هي يعني مناسبة تحتاج إلى مثلا تعديل أو إلى مراجعة. الدرس الثامن مهارة إعداد الفصل الرابع من البحث العلمي عرض نتائج البحث ومناقشتها. إذا مهارة عرض نتائج البحث ومناقشتها خلاصة هي خلاصة وصفية لما توصل إليه الباحث من بيانات بعد إجرائه دراسة الميدانية وتطبيق أدوات نتيجة نتيجة طبعا للتساؤلات التي حددها حددها في بحثه. كيف لك أن تقوم بعرض نتائج البحث ومناقشتها؟ تستعرض نتائج البحث بالتفصيل تقوم أنك تستعرض النتائج التي توصلت إليها بالتفصيل مع الاستشهاد بالنتائج الرقمية أو الإحصائية والاستدلال بالجداول والأشكال التوضيحية والمنحنيات البيانية. يجب توضيح أهمية النتائج ومدى تحقيق الأهداف من البحث بمقارنتها مع نتائج البحوث السابقة لموضوع البحث. يعني الآن في هذه المرحلة أنت تقوم بعرض هذه النتائج التي أنت توصلت إليها وفقاً لما ذكرناه من إجراءات. ننتقل بعد ذلك الى الدرس التاسع وهي مهاره اعداد خاتمه البحث حيث تعد خاتمه البحث من اهم مكونات البحث العلمي بالنسبه للقارئ حيث ان خاتمه البحث هي مقصد الباحثين والمهتمين بنتائج البحوث ومن هنا على الباحث ان يحرص على تجويدها والعنايه بمحتواها لدينا يعني, يعني ما تحتوي هذه خاتمه البحث نتحدث عن لدينا ابرز النتائج البحوث المستقبليه التوصيات فمن ابرز النتائج او لدينا ابرز النتائج حيث يلخص الباحث في هذه الخطوه ابرز النتائج التي توصل لها بحثه مثال طبعا تطبيقي وظائف المستقبل ذكرناه في المملكه العربية السعوديه ثانيا توصيات البحث بعد ان استعرض الباحث ابرز النتائج عليه هنا ان يسرد ما يقترحه من حلول تجاه المشكله التي بحثها بجوانبها المختلفه على ان تكون التوصيات طبعا ذات بنتائج البحث واجرائيه اي قابله للتطبيق. يعني ذكرنا سابقا انك تكون لها علاقه بالمشكله التي تتحدث عنها وايضا يعني تستطيع ان تحقق يعني الهدف وتستطيع ان تطبق يعني ما انت تذكره في هذه المشكله من خطوات. ثالثا البحوث المستقبليه بناء على الجهود التي بذلها الباحث. والمعاناة التي عيشها أثناء كتابة البحث فقد تولد لديه معرفة أعمق بموضوعه وبجوانب مختلفة منه لذا على الباحث ألا يبخل على من يأتي بعده ويريد أن يكمل المسيرة بأن يقترح موضوعات يستحسن بحثها نأتي أيضا أخيرا إلى الدرس الأخير والذي هو الدرس العاشر مهارة الإخراج النهائي للبحث أولا تحتوي هذه طبعا هذه المرحلة من لدينا اربع مراحل او عناصر، اولا صفحه العنوان هي الصفحه الاولى من البحث تتكون من البيانات الرسميه التي هي الدوله، الوزاره، الاداره او المدرسه. ثانيا عنوان البحث ويكون وسط الصفحه ويكتب بعد العنوان طبعا العباره الاتيه بحث مقدم لمتطلب ماده البحث ومصادر المعلومات. ثالثا اسم الباحث الذي اعد البحث. رابعا اسم المشرف على البحث اسم معلم المادة وقد يكون أكثر من مشرف إذا شارك معلم آخر في دعم الطالب في مجال تخصصي مثل طبعا لو بحث مثلا بحث في مجال في المجال الشرعي يمكن الاستفادة من معلم العلوم الشرعية أخيرا أن تقوم بتدوين وذكر العام الدراسي ثانيا قائمة المحتويات أو, الفهر أو الفهرس وهي قائمة بأهم العناوين الرئيسة التي وردت في متن البحث بداية بالمقدمة حتى ملاحق البحث وقد يحتاج الباحث إلى قائمة بالجداول التي وردت في البحث وقائمة أخرى للأشكال التي وردت فيه تتكون القائمة طبعا من العنوان يقابله رقم الصفحة أو الصفحات يعني توضح ما هي العنوان ما هي العناوين ثم يلي بمقابلها رقم الصفحة ثالثا ملاحق البحث وهي المواد العلمية التي ليس لذكرها أهمية بلغة ولكنها ذات صلة وثيقة بأحد فصوله وإضافتها مفيدة للباحث والقارئ يعني القارئ يستفيد إذا قرأ يعني هذه الـ يعني الـ هذه الـ هذا الإجراء التي هي ملاحق وما هي مثلا من أمثلة الملاحق ما, ما يلي أسماء المحكّمين لأدوات البحث أداة البحث المستخدمة في صورتها النهائية ونماذج المخاطبات الرسمية يعني جميع هذه الباحث هو قام يعني باتباعها يعني هو قام مثلا يعني مثلا ذكر أنه بصدق الأداة باستخدام يعني أحد المحكّمين فهو يقوم بمثلا ذكر اسماء هؤلاء المحكمين الاساتذه او الخبراء اداه البحث المستخدمه يعني يذكر ما هي الاداه التي قام باستخدامها التي هي يعني من خلالها جمع المعلومات وايضا لو قام بعرض مثلا بعض النماذج يعني الخطابات والمخاطبات الرسميه. رابعا واخيرا قائمه المراجع يقصد بها جميع ما استفيد منه في البحث من مصادر المعلومات المطبوعة والإلكترونية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنكون بذلك أن هنا هذا الدرس هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين